أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور وكذلك الصاق يقول هل تعليم الصلاة والوضوء عن طريق الصور وكذلك إلصاقها في المساجد وعلى بعض الكتب من هدي السلف مع العلم؟ لا، ما هم من هدي السلف، هذا من هدي العابثين، ما هم من هدي السلف. ما تستعمل الصور حتى ولو كانوا يقولون ما لها رؤوس وما لها وجوه، هذا من العبث. والمسلمون يعرفون كيف يتوضؤون ولله الحمد، ويعرفون كيف يصلون، ما وصلوا في الغباوة إلى هالحد، هذا من العبث. تعليقها في المساجد لا يجوز، وأنا أرى أن المساجد لا يعلق فيها شيء. مساجد ما هي محلات إعلانات أو محلات تعليقات أوراق، أو مساجد يجب أن لا يعلق فيها شيء أبدا. نعم.